حلقة الليلة نتاع بنيتها آية من الجمال. غادي تقبل أنها تزوج برجل اللي هو كبر منها ومطلق ومن جنسية خليجية، والمشكل ماشي هنا، المشكل هو أنه الحكاية ديالها غادي تبدأ لما غادي تحط أمام الأمر الواقع نتاع الوليدات ديالو والصراعات اللي غادي تواجهها ضد الحياة. فهاد الحكاية غادي تعرفوا واش صاحبتها قبلت أنها تستمر في هاد العلاقة، وشنو هي العبرة المستفادة من قصة واللي قدمت لكم. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اذا كنتي جديد على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار الدار دارك. بلا ما نطول عليكم في قوه الكلام، ما بين الاسماء الكثيره اللي اقترحتوا عليا باش نسميو بها صاحبه حكايتنا الليله اختاريت هاجر. ودابا غادي نقول لكم لنبدا. هاجر كتقول تزاديت من مدينه وكبرت في مدينه واحده اخرى، دوزت الطفوله ديالي عاديه بحال اي بنت وسط عائله مغربيه محافظه على قد الحال، ما عندهاش وما خصهاش، اسره اللي بسيطه واللي كتكون من الوالدين وثلاثه ديال الخوت، وانا هي اللي كنت الوسطانيه. والاخت او الاخ اللي تيكون وسطاني ديما تيكون كيسمع لا خو كبر منك لا اختك صغر منك. المهم كانت الطفوله ديالي عاديه ما بين والديا، متفاهمين نوعا ما، وتوفروا لنا الاحتياجات ديالنا العاديه اليوميه على قدر المستطاع. المهم دازوا سنوات ووصلت للباك ونجحت فيه، درت الحقوق وبديت كنقرا في لافاك، وهنا فين غادي تبدا قصتي. في السنه الثانيه ديالي في لافاك واحد النهار غادي نمشي للدار نتغدى بحال كل نهار، ويقول لي بابا راه واحد صاحبي اللي كنا كنعرفوه 20 سنه 30 سنه مع بابا بغى يجي لعندنا، ولكن ما عقلش على الباب نتاع الدار. قال لي عافاك نزلي هاجر لتحت تعرضي ليهم. بس جلبتي عادي وهبطت وسلمت عليهم. صاحب بابا هو اللي كان تيسوق، وحداه كان واحد السيد اللي كان كيصحاب لي بلي انا ولده، ومرت صاحب بابا كانت اللور. قلت لهم السلام السلام كي دايرين على سلامتكم. هاد مرت صاحب بابا كنعرفوها حتى هي من زمان من كنا صغار، وكنا عارفين بلي انه عندها زوج نتاع الدراري اللي ما عمرنا ما شفناهم حيت عايشين خارج المغرب. انا ملي سلمت على داك السيد اللي كان جالس حدا صاحب بابا كان على اساسه ولا كان تيسحب ليا واحد من ولادها، فما تسوقتش ودخلتهم الدار شربوا كويس ديال اتاي، حتى بديت كنسمع هذاك على من سلمت كيهضر باللهجه اللي هي خليجيه. دابا تلقوا معايا ودنيكم مزيان باش تفهموا هذه القضيه. المهم جلسنا على اساس انه هذا اللي جا معاهم جا للمغرب حيتاش مرت صاحب بابا عندها واحد صاحبتها اللي هي مغربيه عايشه في الخليج، وهاد صاحبتها مزوجه بخليجي اللي هو صاحب هاد السيد اللي جا معاهم. هو مشى عند هاد صاحبو الخليجي وقال لي بما انه مرتك مغربيه اذا كتعرف شي عائله ولا شي حد تيجيها ما كرهتش انها تصيفطني لعندو، راني بغيت نتزوج من المغرب. هو قال لي واخ مرتو غادي تصيفطو عند مرت صاحب بابا. قالت لي اسمعي فلان غادي يجي عندك واحد السيد من هنا الله يعمرها سلعه، عافاكم قلبوا لي على شي عروسه. هاد السيده صيفطاتو عند مرت صاحب بابا باش تلقى ليه العروسه، وما يلقاو لي وحده. هاد النهار اللي جاو لعندنا فيه كانوا غاديين باش انهم يشوفوها، ودازوا صدفه من الجهه نتاع دارنا وهما يقولوا اجيو ندوزو نشوفو فلان ومرتو بيد ما يوصل وقت الموعد باش يمشيو لعند دوك الناس اللي غادي يشوفوهم. ولكن القدر غادي يقول امر واحد اخر. السيد ملي شافني انا ما تلاش بغى يمشي فحالو وعجبو الحال ولا باغي يخطب، وهو يخطبني كانت عنده ديك الساعه 38 سنه وانا كانت عندي 20 سنه. والديا في المفروض انهم ما يوافقوش، واخا وافقت انا لانه كانت عندي غير 20 سنه ما عنديش تجارب في الحياه ما عارفاش شنو يقدر يوقع. المهم غادي نتعرفوا في ديك 3 ايام وكان خاصو انه يرجع بحالو حيتاش خدام، فرجع بحالو وبقينا على تواصل في الواتساب مده سنه كلها. من بعد غادي نعرف بلي انا هذا السيد راه مطلق وعنده ثلاثه ديال الوليدات، ولكن انا شخصيا ما كانش عندي مشكل مادام انه وليداته مع الام ديالهم فهذا امر عادي. المهم السيد ملي نوجد ورقيه غادي يجي، ودرنا العرس في المغرب بحال كاع الناس، واخا ما كانش باغي يديروا ليا درتو غير بالمهر اللي عطاني حيت والديا ما بغاوش يصيفطوني بلا والو خصوصا قدام الناس. من بعد العرس بسيمانه غادي نجي معاه لبلادو، وهنا فين غادي تبدا قصتي. من بنت اميره او لا ملكه في دار باها، ومهما الظروف اللي كيكونوا كتكون البنت دائما مدلله في دار نتاع باها، خصوصا انا كنت مولفه غير الدار القرايه وصافي، فما بالك اذا تزوجات هذه الانسانه كتجي الحياه الزوجيه الصعيبه ومسؤوليات الدار والراجل، كتلقاها ساكنه حدا والديها وصعيب عليها الامر. انا بدلت الدوله وتخليت على كل شيء على ود هذا الانسان اللي بان ليا فيه بعقله ومتدين، وكنا متوافقين في عقلنا ورغم صغر السن ديالي كنت كبيره في دماغي ومرصنه. المهم فاش جيت كان عند ولده الكبير 9 سنين وبنته 6 سنين والصغيره 3 سنين، كانوا كلهم صغار. شوفوا قبل ما ندخل لكم في صلب الحكايه والتفاصيل ديالها خصكم تعرفوا بلي انني كبرت في عائله اللي فيها الوالدين حنان، ولكن
ماشي داك الحنان اللي تيخليوهم انهم يكونوا قراب منك. تيبغيوني وتيخافوا عليا، ولكن ماشي داك النوع اللي كيعنقك ولا يبوسك. كبرنا في عائله والدينا حنان وكلشي وهذا، ولكن ماشي داك الحنان اللي كيحنوا عليك كيتفهموا كيتقربوا منك، بالخصوص الاب بابا ولا ماما نيت عمرهم مثلا، هما واخا كيبغيونا وكيخافوا علينا وكلشي، ولكن ماشي داك النوع اللي كيعنقوا كيحنوا عليك كيبوسوا. كان عمر ماما ولا بابا ما عنقوني وباسوني، بابا عمره ما عنقني وباسني، واخا هو حنين وكيبغينا، ولكن ما عرفتش وقيلة ديك القضيه ديال وقيلة حشومه، يمكن بحال كتجينا حشومه. انا دابا عمري 27 سنة، كتجيني فشكل نمشي عند بابا ولا ماما نعنقها ونقول ليها كنبغيك ونبوسها، كتجيني بحال الا حشومه. بابا عرفتي كنحمق عليه هو عيني، ولكن ما كنتجرأش نمشي نعنقو ونتخشى فيه ونبوسو ونقول ليه كنبغيك انت عزيز عليا. فهمتي ما نفوناش على هادشي من الصغر، واخا هما يعني بطبعهم يعني كنبقاو فيهم حنان، ما لقيناش هذاك الحنان. عرفتي البنت بالخصوص اللي كتوصل لسن المراهقه كتكون ما عرفتش، المهم خص الوالدين يحنوا على بناتهم بزاف، يشبعها حنان، بالخصوص الاب حنت ملي ما كتلقاش الحنان والديها ومن باها كتولي تقلب عليه، يا اما بشي طريقه خايبه تخرج الزنقه كيلقى شي واحد تعرف عليه، ولا اول واحد كيجي كيخطبها كتلصق فيه كتقول بغيتو. وداكشي اللي طرا ليا انا، شحال من واحد جاي يخطبني وغير من بعيد، وبابا كان يرفض وكان يقول لهم لا انا بغيتها تقرا، كان النوع اللي باغيني نقرا. انا في هذه النقطه مصره انني كنلومهم، تنقول ما يمكنش تكون عندي بنت ونتعذب عليها ونقريها ونمشي نزوجها بواحد مطلق وعنده الاولاد، ولو يكون مزيان والله يعمرها دار ومتدين، ولكن الراجل اللي عنده الاولاد ديما تيكون متبوع بالمشاكل والصراعات ما بين الطليقه وهو. اما مرت الاب كتبقى دائما في واحد المرتبه ولا واحد الخانه او واحد العنوان ديال انها ما مزياناش ولو كانت مزيانه. وده سبحان الله صدرت منها شي حاجه، هذا تيعني بلي انه حيتاش ماشي ولادها او ما باغياهمش. اما الام اذا دات نفس الحاجه او اكثر غيقولوا بلي راه مسكينه وعادي والله يحسن العوان، وكيقول لها الف تبرير. ديما في القصص نتاع زوجه الاب هي اللي خايبه وظلمه وما كتبغيش ولاد راجلها، ولكن لا ماشي كلشي هكا. كاين الزوجات نتاع الاب اللي هما مزيانين وكتحن على الوليدات ديالو، مثلا انا البلاصه اللي جيت معاه فيها ما كنعممش، ولكن الاغلبيه العظمى منتشر بلي انه تما المراه كتطلق، ولما كتسمع راجلها بلي انه تزوج كترمي ليه ولادها غير باش تنكد عليه حياته وتخرب ليه العائله الثانيه اللي غادي يكون. فاش جيت كانت امهم كتصيفطهم كل خميس وجمعه وسبت، ما حسيت براسي عروسه، ما فرحت براسي، ما خرجت غير الدار وكاع ايام الاسبوع، وهو كانت عنده الخدمه، وفي الويكاند كان تيجيب ليا ولادو، ما كنتش نخرج ولا نتنفس. راكم عارفين الدراري الصغار حركيين وصداع ومسؤوليه كبر مني، وانا ماشي مهم باش نعرف عليهم كلشي. لقيت صعوبه فاش يلا جيت البنت الصغيره اللي عندها يلا 3 سنين باقا كدير لي كوش، باقا كتنعسيها توكليها تشربيها، كلهم هكاك. واخا الدري عنده 9 سنين كان خاصو نفس الروتين، بين ليله وضحاها ما كتلقايش راسك غير بدلتي عائلتك وتغربتي على دارك. انا كنلقى حياتي تقلبات، لقيت عندي مسؤوليه ديال الدراري وانا ما قادراش عليها، ويلا عروسه وخاصني ندير كلشي. جاني هادشي صعيب حيتاش ماشي ولادي، بمعنى انه الام كتولد الاول كتدرب فيه حتى كتعرف عليه، ومن بعد كتزيد الثاني والثالث. انا لا تزوجت لقيت عندي الراجل والدار والدراري مع بعضهم، كلشي جاني بدقه واحده. فوق من هادشي فاش جيت هنا خواتاته بحال ما كانوش تقبلوني في داك الاول، تعرضت لتنمر كبير، الكلام كان كيتقال ليا في وجهي، وبما اني كنت صابغه شعري بالصفر كانوا تيضحكوا عليا وتيقولوا لي اش داك اللون راه كتخلعي به الدراري الصغار، ما كانوش كيعاملوني مزيان. وانا والله ما كانوا فيا المعاني، كنت كندير راسي هبيله وكنبقى كنضحك، يا كنبقى حاضره راسي على تليفوني وصافي. اما الام ديالو كانت من اطيب خلق الله، الله يرحمها الله يجازيها خير، كانت حنينه وعزيزه عليا، وكانت فرحانه بيا بزاف، وكانت تحس بيا وكترتاح ليا، وكانت كتقول ديما لولدها الله يرحمها تهلا في هذيك بنت الناس وخاف فيها الله. كانت يعجبها بزاف طيابي، حيت كنا ساكنين في عماره وحده هي الفوق وانا لتحت، واذا كنت مريضه كنت نقابلها ولا كندوقها من طيابي. المهم جلست مده نتاع 3 شهور وتصابيت بالاكتئاب، ما كننعش وضعافيت، وما بقيتش كندوي مع حتى شي حد، ما بقيتش كنخرج ولا حتى الناس، كنبقى غير ساده عليا، وليت كنمشي عند طبيب نفساني كنشرب غير الادويه باش نلقى الراحه ديالي. ببساطه ما تقبلتش هذه الحياه اللي لقيت راسي فيها، كان كيسحب لي بلي انني غادي يجيو عندي الوليدات في اخر الاسبوع بحال كيف تيديروا في المغرب، تيعطيو الاب مثلا واحد النهار اللي هو الحد اللي تيقيلو عنده من الصباح حتى العشيه، ولكن لا
كانوا بثلاثه تيجيو من الجمعة حتى الحد. واحد الوقيته باش يبدا يدير المراجعه لولدو ولا تيجيبو كل نهار مع الظهر يتغدى معانا وكيمشي ينعس وكيقول لي قابليه ما تخليهش وتنعسي. تنبقى مقابله حتى كيفيق وكيوصل العصر كندير الكوتي وما كيحفظو ما والو. ولدو تبارك الله كان حركي بزاف وكان كيعذبني. المهم كانت السيمانه كلها كدوز بهذه الطريقه وفي الاخير غادي يجيبهم كاملين يجلسوا عندي حتى كيولي مني كلشي. انا بقى عروسه وتنبغي ناخذ راحتي ونلبس اللي بغيت. اول مره بقى نعقل على الكلمه ديال العروسه فاش جابهم ليا وكان النهار الاول اللي جيت معاه فيه قال لي خاصك تنعسيهم هاجر. قلت ليه لا ماشي مشكل. مشيت نعسهم. فاش ساليت المهمه ديالي دخلت لبيتي وحيدت البيجامه ديالي باش نلبس البيجامه ديال النعاس. ناض شافني وقال لي لا هاد اللبس ما تلبسيهش كاينين الدراري. قلت ليه اه ومن بعد انا راه في بيتي وسد عليا والصاد. قال لي لا لبسي شي حاجه مستوره وسيري نعسي حداهم حيت ما خصهمش ينعسوا بوحدهم. خرجني من بيتي في الليل ديك الليله وما قديتش نعس وبقى فيا الحال وبديت تنبكي. كانت واحد الصدمه ومن ثم بدات المعاناه ديالي. ما قدرتش نتقبل هذا الوضع الجديد. تخيلوا كنت نعيط على عائلتي تنقول لهم انا باغا نرجع. ما قبلوش هذه الفكره وما بغاوش نهائيا. حتى واحد ما عقل عليا حتى واحد ما حس بيا بحال الا صافي تفك وصافي ما فهمتش انا. وانا يا اختي راه كنت غير من الدار لافاك من لافاك للدار ما عمرني حصلوا عليا شي حاجه لا في التليفون ولا شي حاجه في الزنقه. ما عمرني جبت بريا ولا شي حد شافني كندير شي حاجه داخله سوق راسي مقابله قرايتي. عمرني ما عاودت العام الباك خديته من العام الاول عمري ما عاودت شي عام. غدا جايه ما كندير المشاكل شي واحدة اللي غتقولي خيبة ولا نقصني يد ولا رجل اللي غايز ما غيكونوا تفكوا منها. يعني راه ألف واحد يتمناني. ملي تشكيت كنقول لهم انا هذا الشيء ما قداش عليهم مرات دخلت في اكتئاب. كنت كنشرب الدواء ديال الاكتئاب باش كنتكالما وغير كننعس. باقا نعقل ماما كانت كتقول لاختي شنو غادي تجي دير عندنا هاجر الظرف الزناقي تبقى فيا الحال. زعما ماما عارفاني كل غير كنت من قبل تندور في الزناقي غادي نقول واه راه خافت لا نرجع لهاد العاده. واحد النهار عاوتاني قالت لي تسناي غير حتى نقلبوا فين تحولوا حيتاش ما بقاش عندنا الوجه. هما ما همهمش انا مادام انا بعيده ندبر راسي واخا نكون وسط العافيه. اهم حاجه عندهم هي الناس شنو غادي يقولوا ولا واش غيتشفاو. بزاف ديال الناس قطعوا علاقتهم معنا غيره حيت كيسمعوا بلي انا راه تزوجت من هاد الدوله ودخلوهم الفلوس ولات فيهم العياقه. وحنا اقسم بالله الا حتى شي حاجه ما تزادت علينا من غير الدار اللي شراو والديا. ولكن برزقهم ماشي حيتاش انا كنت مزوجه بخليجي والديا ما رضاوش. المهم انا فاش بان لي بلي انا ما كاينش امل او بمعنى اخر غير مرحب بيا استسلمت وقبلت على الوضع ديالي وقلت خاصني نتعايش معاه بايا كان. المهم بقيت بنفس المعاناه ديال الدراري شويه الطريقه ديالو دفعات لشي خدمه وغادي يعيطوا عليها تمشي لواحد المدينه اللي كانت بعيده بزاف. جمعت الحوايج نتاع الولد وقالت ليه عيط على باك تمشي تعيش معاه. ويا ربها مليونير والفيلا والطوموبيلات والخدم وعندها امها وكلشي. ولكن صيفطات ولدها وقالت ليه انت غادي تعيش مع باك ديما. مشى فعلا باه وجابوا ليا وبقى عايش معانا. من بعد شهر البنات غادي تصيفطهم جداهم بقاو معايا واحد شهرين. عائلة امهم تراجعوا وجاو داوهم ولكن ديما في اول سيمانه كانوا عندي. تخيلوا كانوا تيجيو عندي بواحد الحاله مساكن جاهم القمل في شعرهم. انا اللي كنت كنداويه ليهم كندير الخير في سبيل الله وهما تيحماقوا عليا ولفوني بزاف خصوصا الفتره خصوصا ديك الفتره تاع شهرين متابعه اللي كانوا جاو جلسوا عندي فيها. عجبهم الحال وبداو تيقولوا لي انت هي ماما وتيقولوا لي انت عزيزه علينا بزاف. والله العظيم فاش يقولوا باهم يلا نديكم عند امكم تيمشيو بالكا. هي صيفطتهم ليا باش تنكد عليا وما يعجبنيش الحال ونوض نظلمهم وهما يتشكاو مني وباهم ينوض يطلقني. ولكن كيف تيقول لك انقلب السحر عني الساحر. فعلا داكشي اللي كاين. ما تنكدها عليا ولكن لقاتني انسانه طيبه. المهم مشات الايام وجات كيف قلت لكم رجعت بناتها عندها لديك المدينه فين هي كتخدم. ديك الفتره اللي انا فيها تقهرت وكانوا تيجيو عندي الاولاد وفي العطل كانت امهم كتسافر بالشهوره وهو عنده امكانيات باش انه يجيب لي مساعده تعاوني ولكن ما كانش يبغي. تنحتاج مساعده لانه اغلبيه ديال الوقت وليداتو كيوسخوا لي الفراش وزيد على مسؤوليات واحد اخرين لي صعيب عليا انني نتكلف بهم بوحدي. ديك الوقيته غادي نحمل بنتي الاولى وكنت في فتره ديال الوحم ديالي اللي دازت عليا صعيبه بزاف. وكان ديك الساعه العطله وكان جابهم باهم يجلسوا عندي 33 يوم
كنت بغيت نتسطى ديك الوقيته، كنت كنتوحم ومخنوقه وما قادرهش نشوف حتى شي حد ولا نشم حتى شي حاجه ولا ندوي مع حد. اغلبيه ديال الوقت ماشي اي حاجه كانوا كياكلوها الدراري الصغار. البنت الصغيره دات 4 سنين وباقا كدير لي كوش. حاولت انا نحيدهم ليها حتى تمكنت وتبعت داكشي اللي تنقول ليها. غادي تجي جدها غادي تديها تبقى معاهم واحد 4 ايام، ملي رضتها ليا جابتها ليا بلي كوش. سولت خصها علاش رجعوهم ليها، قالت لي راه كتقول لهم ديوني المرحاض اعزكم الله ما ديروش ليا لي كوش. تيقولوا ليها لا المرحاض راه خاسر بالحاني باش يضربوا ليا التعب ديالي في الزيرو. كانوا كينتقموا مني بالولاد ونعاود معاها من اول وجديد. اما الولد نهار صيفطات امه واحد النهار صدع باه، بغيت نشوف ماما بغيت نشوف ماما. تخيلوا داه مع الظهر غير دخل قالت ليه امه انا ما مسالياش ليك، علاش جيتي؟ سير رجع عند باك انا معروضه للعرس. ومسكين رجع ديك الساعه. من غير هذه في الفتره اللي كنت كنتوحم فيها باقا كنعقل، كنت شهيت الحريره ديالنا ديال المغرب وكنعرف واحد المطعم قريب ليا وطلبت راجلي باش يجيبها ليا. حلف لي جابها ليا. هو ماشي خايب صراحه ولكن تنحس بيه بلي انه انسان بحال ما تيبغيش يتصرع عليه المراه. هو تيقول لي بلي انه تيبغيني وبلي عمرني ما ننسى خيرك وهادشي اللي كديري مع ولادي. ومن بعيد كيوصلني اخبار من عائلته بلي انه كيذكرني غير بالخير. فعلا تعذبت وقاسيت مع الدراري. كتلاقي الام الاصليه تاع الاولاد كتشكى وكتقول لك عصبوني وعذبوني وفعلوا ليا. انا ما كنتش نشكي ما تنقول لا تقلوا عليا ولا عاوتاني جاو. تخيلوا دابا الولد عنده 16 سنه واش تيقوني اذا قلت لكم بلي انا ولات يحترمني اكثر من امه. فرق كبير ما بين التعامل ديالو معايا ومع امه، حيتاش هي ما كتعطيهش اهتمام وديما كتقول ليه ما مسالياش. اما البنيتات كيحماقوا عليا، تعيطوا عليا غير الخاله هاجر الخاله هاجر، ويجيو يعنقوني ويبوسوني ويقولوا لي توحشناك ويقولوا لي انت راكي عزيزه علينا وحنا كنبغيوك. في نظركم علاش؟ حيتاش بقاو عاقلين ملي كانوا صغار كانوا تيلقاو فيا غير الخير. اذا كنت كندير شي حاجه كتكون بيني وبين مولاي باش يجازيني عليها وما كنمنش. فعلا داكشي فات واخا كان صعيب وتعذبت، ولكن الدراري بقاو عاقلين غير على الزوينه. صبرت والحمد لله ناليت غير الخير. انا ديما تنقول مولانا سخرهم ليا باش ناخذ عليهم الاجر. الدراري كبروا ما بقاوش معاهم المشاكل بزاف، ومع ذلك انا باقا متشبته بالفكره ديالي انه الراجل اللي مطلق وبولاده من الاحسن انهم البنات يبقاو بعادين عليه واخا ما عرفتش شنو يكون عنده. الراجل اللي مطلق وعنده الدراري بعدي منه بعدي منه بعدي منه لابعد حد. والله بيت الاخر ديال الدنيا حيت كله مشاكل. ماشي غير تقولي مثلا مولا خواتاتو بعاد عليا ماشي مشكل، ولادو هادوك ما عندهم ما يدير ليهم. الا هما بغاتهم شو جابهم ليك راه غيجيبهم ليك، ما عندك ما ديري، راه غيفضل ولادو عليك. الا غيكون شي مشكل غيبغي ولادو غيجي من جهة ولادو، ما عمرك غترتاحي. ولا شي مرات والله يا اختي الولد مثلا كيكون يلاه كلا كلا ولا ما بغاش ديك الحاجه، كنجلس انا كناكل كناكلها وانا ما مرتاحاش، كنقولها انت دابا غيجي هو غيلقاني كناكل، يحسب لي كناكل بالتخبي على ولادو. واخا ولدو مثلا ما باغيش الماكله ولا واكل ولا فهمتي. اليوم دوزت 7 سنين من الزواج، تقويت وخواتاتو من بعد ما عاشروني وليت عزيزه عليهم. عمرني ما خرجت معاهم العيب، ورغم انهم في الاول ما تقبلونيش انا اليوم بغيت نتقدم ونبدل حياتي. بغيت ندخل ندير الرياضه ما خلانيش، بغيت نتعلم نسوق ما خلانيش، بغيت نتعلم اللغه ما خلانيش، ما بغانيش ندير الصحابات. اذا تعرفت على شي وحده تيقول لي دابا غادي تهزي داك التليفون وتمسحي مرتها. ما كيعجبوش الحال انني نخرج ولا ندير حتى شي حاجه نزيد بها القدام. تيبغيني نبقى غير في الدار مقابله هو وصافي. هو صراحة ما تيضربني ما تيخوني ووفي، وعمرني ما حصلت عليه شي حاجة وما فيش ندير. حتى هو مبقاش كيخرج مع صحابو غير جالس معايا، وعطاني مصروفي كل شهر اللي كنت نجمعو. ومن طوالة العشرة ولا تيعرفني مزيان، وخا يقولوا لي ولادو شي حاجة عليا تيعرف شكون الصادق وشكون اللي كاذب. ولكن بقى عندي واحد النقطة، عندي واحد الحقدة من داكشي اللي دات عليا في الماضي، باقي لدابا مأثر عليا. باش نعرف بلي أنا ولادو جايين كيتزير عليا قلبي وكيضربني وكتشدني الخلعة، وكنحس بالأحاسيس اللي كنت كنحس بهم من قبل. وخا فاش تيجيو كنفرح بهم وما تنعرف فين نحطهم، كنتهلا فيهم وكيمشيو من عندي فرحانين. حيت صراحه انا وعد بالله ما قلت انا من هذاك النوع اللي اذا ما شفتيش مني الخير مستحيل تشوفي مني الشر، ونيتي صافيه. اخيرا رسالتي الوالدين هي كالتالي. الوالدين الله يخليكم ما تزوجوش بناتكم، واخا 20 عام راه باقا صغيره تتكبر شويه دير عقلها تفهم توعب الزواج شنو هو، وتزوجوها باللي يستاهلها ماشي البنت. انا يا بنتي باقا يعني بنت شريفه عفيفه عذراء قرام قبل قريتها، علاش انا غنمشي غنعطيها لواحد الراجل مطلق وعنده الدراري؟ الراجل اللي مطلق وعنده الدراري راه كله مشاكل، واخا يكون مزيان واخا كلشي راه كلشي مساكل
مشاكل مشاكل. الواحد يرفض من البداية خلاص، عندك الدراري سالينا ما نعودوش الهضرة، يمشي يقلب لي سوى على وحدة مطلقة عندها الدراري باش يالله يكون تعادل، باش هي عندها علاش تصبر وهو عنده علاش يصبر. ورسالة للبنات، البنات ما خصهمش تمشي تخلي قرايتها وتخلى على كل شيء على ود راجل، الراجل غيجي من بعد، القراية هي اللي غيمشي وقتها، الراجل ما غاديش يمشي وقت قراية، عندها واحد الوقت إلا ما قريتيش فيه راه يمكن يضيع لك كل شيء. أما الزواج راه غيجي غيجي، الوحدة غتزوج غتزوج، الوحدة ما ترميش راسها ولا غتزوج، تعرف تختار من الأول وتفكر مزيان وتفكر بعقلها ماشي بقلبها، واش هاد الإنسان مناسبني واش هذا. كاينين شحال ديال الشروط خصهم يتوفروا، أنا ما تشرطش نهائيا، بالعكس هو اللي تشرط، قال أنا بغيت لي تقابل لي ولادي، أنا بغيت لي تهلا في ولادي، أنا على ود ولادي وتقبل على ولادي وهادي وهادي وهادي. وهذه هي كانت حكاية هاجر، هذه الرسالة لهاجر. في نظري والله أعلم، بما أنه الزوج ديالك ضد أنك تنفتحي للعالم الخارجي، حاولي أنك تعمري وقتك بأنك تشري كتب أو مؤلفات وقريهم، وهم بالذاتهم غادي يسافروا بك للعالم ديالهم. فشكوني في الكوزينة ديالك، استغلي الفرصة أنك تسمعي فيديوهات مثقفين وإيجابيين، وهادشي اللي انا تندير شخصيا صراحه. سمعي ابراهيم فقي، سمعي الدكتور مصطفى محمود، عطا الله شنو تسمعي، سمعي ناس اللي يشحنوك بالطاقه الايجابيه. وعاوتاني توصل العشيه قدي البروغرام ديالك، تلقي يوتيوب فيها الرياضه وتبعي معاهم، عيشي السن ديالك بما يرضي الله، وايضا حتى زوجك باش انك تتفادي المشاكل معاه، مادام انه مزيان معاك، عطاك مصروفك، مهلي فيك، ما تنقوش عليك، معترف لك بالحب ديالو وبداكشي اللي كتصرفي من خير معاهم. حاولي دورك انك تقربي منه، وحاولي تفهمي علاش هو ضد انه يكون عندك صديقات، ربما خوفا عليك منهم، فالله اعلم. من غير هذا، انا كنحييك جدا وكثيرا على الصوره الجميله اللي عطيتيها لزوج حاجات. الحاجه الاولى انك زوجة اب صالحه وكتخاف الله، وتاني حاجه انك بدلتي ديك الصوره النمطيه اللي كتعطى على المغربيات اللي كيتزوجوا من الدول العربيه. قصتك اولا الحلقه ديال اليوم بالنسبه ليا 100% ايجابيه. كملي في العمل الطيب ديالك واللي كتصرفيه من خير مع هذوك الوليدات، ربي غادي يوريك الخير في بنيتاتك وفي صحتك ان شاء الله. اما نتوما يا متابعين يا كرام، ما كرهتش انه هاجر تخليو ليها كلام جميل، لانها قالت لي ما كرهتش نسمع من المتابعين ديالك كلام اللي يحفزني، اللي يقول لي واش انا غادي في طريق الصواب، واش هادشي اللي كندير مزيان ولا لا. وهذه هي كانت حلقه اليوم اللي بالنسبه ليا حلقه ايجابيه، حتى تقولوا لي واش اه ولا لا. ونقول لكم نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. سلام. سلام.